إذن على بركة الله مشاهدينا وفيها مشاهدين شوف تي في فيما كنتم، مرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء عبر قناتكم قناة الشعب، قناة شوف تي في، قناة الخاصة بالرياضة. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا مقابلة في كرة القدم بأرجل إفريقية، يعني أفارقة جنوب الصحراء، مقابلة في كرة القدم بملعب نادي رحال لكرة القدم. غادي تتبعوا معنا لحظات ممتعة خلال هذا اللقاء الودي دائما بطابع الندية. شاهدوا اللمسة الإفريقية اللي كتذكرنا دائما باللاعب النيجيري أوسيمين الفائز بالكرة الإفريقية خلال الحفل القاري، الحفل الذي أقيم بمدينة مراكش. هنيئا للاعب النيجيري أوسيمين. إذا لا 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 صراحة ركنية ورأسية جميلة ما يسمى بالسمكة. قلت هنيئا لأوسيمين، أوسيمين اللاعب النيجيري الفائز بالكرة الإفريقية. يعني بعد الفوز ديالو أو الانتخاب ديالو على حساب أشرف حكيمي وكذلك اللاعب المصري محمد صلاح، لأن هذا دليل على أنه كرة القدم الإفريقية تقدمت إذا هدف جميل. قلت بأنه كرة القدم الإفريقية تقدمت بشكل متميز، أصبحنا كنلاحظوا لاعبين أفارقة. يعني الكرة الإفريقية اللي كتعتمد على القوة البدنية بشكل كبير، فحاليا أصبحنا كنلمسوا ديك يعني البصمة الإفريقية الساحرة. حالتنا على المدرسة ديال السامبا، المدرسة البرازيلية. إذن أعود بكم لأجواء هذا اللقاء. لاحظوا أكيد لا تهم النتيجة بقدر ما يهم هذا الإحساس الجميل اللي كيشعروا به هاد الأفارقة هنا بالمملكة المغربية الشريفة. الحمد لله دليل على أن المملكة المغربية الشريفة بلد الأمن والأمان، بلد الاستقرار، بلد تلاقح الديانات، بلد التسامح. الحمد لله هذا هو السر ديال نجاح المملكة المغربية الشريفة، ليس فقط في المجال الرياضي أو مجال كرة القدم بل كل المجالات. الحمد لله الله يعني تمريرة على شكل قذفة مرت فوق العارضة الأفقية للفريق الخصم. شاهدوا لاحظوا يعني الأقمصة، هناك أقمصة المنتخب السنغالي، المنتخب الكاميروني، المنتخب الغامبي، صراحة المنتخب الكونغولي. يعني مزيج من جميل جدا. قلت بأنه المملكة المغربية الشريفة هذا ليس مجرد كلام عابر، ولكن هذه الحقيقة. المملكة المغربية الحمد لله الحمد لله هذا فضل من الله عز وجل. أكيد العديد من الأشقاء الأفارقة يعني حسنا فعل المغرب، وكانت سياسة رشيدة لجلالة الملك محمد السادس العودة إلى الديار، العودة إلى المكان الطبيعي للمملكة المغربية الشريفة وهو الاتحاد الإفريقي، واللي كانت خطوة كبيرة جدا، خطوة رائعة أكيد. قلت بأن المملكة المغربية الشريفة ولله الحمد في كل المجالات بدأت تخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار بحول الله. أكيد هناك من كاين اللي غادي يستهزأ بهذا الكلام ديالنا، ولكن هذه الحقيقة غادي هذا الواقع، لأنه الحمد لله في العديد من المجالات. لاحظوا معايا في المجال الرياضي ماشي فقط في كرة القدم، ولكن ربما كنركزوا على كرة القدم بحكم أننا حاليا في لقاء ديال كرة القدم ديال الأشقاء الأفارقة، فماشي محض صدفة أنه المنتخب النسوي يوصل للدور الثاني في أول مشاركة، ماشي محض صدفة أنه المنتخب ديال أقل من 17 سنة يوصل للدور كذلك متقدم في كأس العالم، ماشي محض صدفة أنه الفرق المغربية بدات كتفوز بألقاب، كتوصل كتلعب النهائيات، ماشي صدفة المنتخب الوطني المغربي وصل نصف نهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخ أفريقيا والعرب، يعني مونديال قطر 2022 ماشي محض صدفة. كذلك كأس أفريقيا اللي فازوا به المحليين، يعني العديد. كذلك ما نساوش يعني الإنجازات التاريخية والانتصارات اللي كيحققها المنتخب الوطني المغربي للفوتسال، يعني كرة القدم داخل القاعة، يعني بقيادة هشام تكيك، تحية ليه من هذا المنبر هذا. كما قلت وهلم جرا، يعني ما يمكنش نتكلموا فقط على كرة القدم، ولكن نتكلموا على المستوى الرياضي الحمد لله، ولو عندنا أبطال ما شاء الله. هذا دليل على أن المملكة المغربية الشريفة الحمد لله في خطى ثابتة بإذن الله. وأكيد إذا كانت المسيرة الخضراء اللي كان البطل ديالها هو المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه في 1975، واللي أكيد كانت معجزة وكانت ظاهرة في هذاك الوقت، فحاليا هاد المشاريع وهاد اللي كيقوم بها جلالة الملك محمد السادس نصر الله المملكة المغربية الشريفة، خصوصا المناطق الجنوبيه اللي ان شاء الله غتعرف مشاريع كبيره اوراش كبرى. وهذا الشيء قلته دائما كنقولوا، كاين اللي كيستهزئ بهذا الكلام هذا، ولكن تذكروا معي بقينا حيين ولا متنا، تذكروا هذا الكلام بشكل كبير بزاف، تذكروا بانه الحمد لله المغرب من حسن الى احسن، تذكروا هذا الكلام جيدا. بقيت حي ان شاء الله غادي نذكركم، توفيت غتقولوا راه كان كيقولها عبر قناه الشعب قناه شوف تي في، واحد شخص كان كيتكلم معنا وكيقول هذا الكلام هذا. عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى بأنه القادم أحسن وأفضل وأجمل بإذن الله. وكما قلت المغرب بلد مفتوح على الجميع الحمد لله، كل الديانات، ما عندناش فرق ما بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، إلا بالمعقول، إلا باحترام القانون، باحترام البلاد اللي الإنسان فوق منها، واللي غادي مع القانون فأهلا وسهلا، واللي غادي يخلق قانون سواء مقيم سواء ابن الوطن فاكيد راه كاين هناك قوانين، كاين مساطير كتسري على الجميع. اذا نرجع بكم لهذه المقابله هذه، ضربه خطا كما كتلاحظوا معايا، ضربه خطا الله يعني لاحظوا كما قلت اللمسه الافريقيه حاضره. لاحظوا كانت ضربه خطا، يعني بصعوبه كي استطاع الحارس انه يخرجها. قلت بانه ما كيهمش النتيجه، ما كيهمش، لاحظوا حتى الأقمصة ما كاينش زي موحد، ولكن اللي كيهم واللي كيفرح وكيشرح القلب بكل صراحة. ويمكن لكم انتم تلاحظوا هذه المسألة هذه، أنه هاد الناس راه ما جاوش بحال هكا ولاعبين اللقاء في كرة القدم هنا بملعب نادي رحال لكرة القدم بالمدينة القديمة هباء منثورا. أكيد الحمد لله عارفين الأمن والأمان، فتحية الأمن الوطني، المدير العام للأمن الوطني، وخاصة هنا على مستوى المنطقة اللي كاين فيها هذا الملعب هذا، وهي ولاية الدار البيضاء، ولاية الأمن للدار البيضاء. الحمد لله أمور الحمد لله. لاحظوا معايا الإنسان كيلعب لقاء في كرة القدم، كيعوم، كيمشي بحالاته، كيمشي، يعني الأمور الحمد لله بخير من حسن إلى أحسن الحمد لله، وهذا فضل من الله عز وجل. إذا لاحظوا معايا اللمسة الإفريقية، لاحظوا لاحظوا بكل صراحه، يعني لاحظوا يعني كانت مراوغه جميله، ولكن تدخل ديال الدفاع بكل صراحه. شكرا سعد سليم، احلى قلب الخويا سعد سليم. يونس صماد، كزافي هرنانديز اوت، كزافي هرنانديز ما عرفت مدرب ديال اللي كان في برشلونه، وقيله دابا السد القطري وقيله على ما اظن، ما خانتنيش معلومه. قلتي اوت، ما فهمتش واش اوت. كاينه انباء انه غادي يمشي للسد القطري. هذا برشلوني يونس صماد، وقيله كيحب فريق برشلونه، يعني بحال ما عجبوش ربما. هذا اللي فهمت خويا صماد. إذن هذه هي الأجواء هنا بملعب النادي رحال لكرة القدم. أجواء أقل ما يقال عنها، أجواء رائعة تحت أضواء كاشفة في المستوى، أرضية ما شاء الله كذلك في المستوى، يعني مدرجات في المستوى، مستودعات الملابس كذلك في المستوى، اللهم بارك. لاحظوا معايا قذفة، ولكن تصدي للحارس، كانت قذفة برجل اليسرى، لكن الحارس يتدخل وينقذ المرمى. إذن قلت بأنه الأجواء رائعة جدا هنا. وليد جيبي، عرفت شويتي تقول خويا العزيز. يونس من هنا ملي كيتقدم الفراخي ديال البطوله لاعبين الافارقه. اودي يونس خويا، انت بغيتي تخرجني من بعد. المهم غادي نقول لك اضحك الله سيدنا الامير، ضحكتينا الله يضحكك بعدا. تبارك الله على خويا يونس بعدا. شكرا لك بعد على المرور، على المشاركه بعد. اذا على هذه الاجواء الجميله، الاجواء الرائعه اللي كيعيشوها الافارقه هنا بالمغرب، المملكه المغربيه الشريفه، بمدينه الدار البيضاء وبالمدينه القديمه هنا بملعب نادي رحال لكره القدم. غادي نودعكم على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. نتمنى لكم ليله سعيده، ودائما ما تمشوش بعيد. الناس اللي كيسهروا، راه قناه الشعب، قناه شوف تي في 24 ساعه على 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام، عيونكم التي لا تنام. تذكروا معايا هذا الكلام جيدا. اذا غادي ننهي هذا البث المباشر على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى اللقاء.